السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير. يسعد الله اوقاتكم حبايب قلبي بكل خير ان شاء الله باذن الله. طبعا انا بحب ارحب جدا بالمشتركين الجدد اللي عندي، نورتوني وشرفتوني، ويا رب القناة تعجبكم وتنول اعجابكم ودايما تكون عند حسن ظنكم وربنا يكتب ما بيننا المحبة. يلا يا برج الحمل، فنجان برج الحمل عايزاكم تحضروا معايا، وما تنسوش اللايك والدعاء اللي احنا دايما بنقوله مع بداية الفيديو. اللهم بشرني بما انتظر منك وانت خير المبشرين كلها. يلا بينا بقى نشوف فنجاننا هيقول لنا ايه الفترة دي، ونقول بسم الله. بسم الله. نجمة، نجمة أو قمر منور أو قعدة جميلة أو سهرة حلوة، عندكم تفاؤل حلو قوي. الفترة دي فترة لخبطة في أمورك المادية، بس في نفس الوقت عندك بداية جديدة، بداية جديدة على جميع الأوضاع اللي أنت حاليا بتمر بيها، أو بمعنى أصح على جميع الأوضاع اللي بالك مشغول بيها. هيكون عندك حضور مناسبة، والطاقة بتاعتك هتبقى فيها طاقة جديدة، أو هيبقى فيها يعني تجديد حلو جدا. عايز أقولك كمان إن أنت عندك حضور مناسبة، أو هيبقى في لقاء عندك حلو، هيبقى فيه مؤامرة حلوة ليك انت، اجتماع حلو برضو. انت عندك في الوضع المهني في قمة التوفيق او في قمة الازدهار، بس في الوضع العاطفي في تقلب بينكم وبين الشريك. لو كان عندك الشريك من ابراج نارية، فالشريك عنده طرف تاني في حياته. كمان انت عندك عين بتراقبكم، والعين اللي بتراقبكم دي انتوا حرفيا بتتجاهلوها، بس في شخص مركز معاكم جدا من بعيد لبعيد. في حد هيجي لكم وهيزوركم في زيارة، هتكون مش يعني زيارة كده، هتكون يعني الوضع بتاعكم اي نعم متلخبط شوية، بس هتكون في زيارة حلوة، والزيارة دي انتوا هتكونوا مبسوطين بيها جدا. هيبقى في مفاجأة لحد من اهلكم او لحد بيتكم هيزوركم زي ما قلت لكم. الله اعلم، البعض منكم هنا داخل في مشروع، والمشروع ده هيكون مشروع عمل او هيكون موضوع مشروع ازدهار لنفسك. طاقة الحسد، طاقة الحسد دي مؤثرة على نفسيتك جدا، ومؤثرة عليك في خمول وكسل وتعب طول اليوم. اغلبت وقتك كده متضايق ومخنوق، رغم ان انت محب للحياة جدا وحياتك بسيطة ودايما متواضع وبتمشي بما يرضي الله، بس عندك شوية امور معاكسة معاك. كمان عندك اشخاص مقربين منك منهم لله، دايما بيأذوا فيك ودايما بيغدروا بيك، يعني دايما بياخدوا من الطاقة بتاعتك. اقرب الناس ليك هم اللي اذيونك في حياتك، فانت حاولوا على قد ما تقدروا تستقروا وتبعدوا عن اي ناس منافقة عندكم، علشان خاطر هم بيلعبوا ادوار يعني مش لطيفة خالص اتجاهكم. كمان انتوا الفترة دي عندكم ممكن يكون اوراق ليكم بتجهزوها لوظيفة او لشغل او لحاجة جديدة. عندكم صديق زعلان، هيبقى في صلح بينكم، وهتحاولوا ان انتوا يعني تشوفوا الشخص او الحد اللي دخل ما بينكم فتنة، او اللي دخل ما بينكم كلام باطل وانتوا صدقتوه. فياريت ما تصدقوش اي حد. البعض منكم مش مرتاح في ارض بيته ابدا، طول الوقت خوف، خايفين من فراق حد، او انتوا بتحبوا حد زيادة عن اللزوم، فخايفين ان هو في يوم من الايام يفارقكم او يبعد عنكم. الله اعلم، بس انتوا عندكم طاقة خوف رهيبة. في عملية او في حاجة انتوا عايزين تعملوها، او عندكم اطفال، او حد عندكم عايز يعمل عملية. العملية دي تخص اطفال، يعني لا اما طفل هيعمل عمليه، لا اما انتوا هتعملوا عمليه عشان حمل، الله اعلم. بس في عندكم اطفال، كلام بخصوص اطفال في حياتكم. في طريق طويل، الطريق الطويل ده مفتوح قدامكم، انتوا هتدخلوا فيه وهتوقعوا وهتمضوا توقيع العقد بتاعه، اذا كانت شغل او اذا كانت شراكه مع حد. المهم ان العقد ده هيكون حلو جدا، وهيديكم دفعه لقدام، ومع الايام اللي جايه هتبداوا الامور عندكم هتبدا تتحسن، وهيبدا يبقى فيه استقرار نفسي وجسدي، وهيبقى فيه كذا وضع هيتحسن عندكم. ليه؟ علشان خاطر انتوا كرهتوا الاشخاص المزيفين اللي عندكم.
حاليا انتوا الفترة دي بتعانوا من فترة صعبة، من خذلان او من حزن او حاجات محيطة بيكم، ما بقاش عندكم ثقة بالناحية العاطفة خالص، علشان كل الناس اللي دخلوا حياتكم في الناحية العاطفية فعلا وقعوا عليكم ظلم وما لقيتوش من حياتهم غير الخيانة وغير الغدر. وزي ما قلت انتوا الفترة دي بتمروا في فترة صعبة، ليه؟ علشان ما بقاش عندكم امل في الناحية العاطفة. بس الفترة اللي جاية في تبشيرة حلوة تخصكم انتوا وتخص اولادكم، وان شاء الله باذن الله هيكون في تغيير للافضل، او بمعنى اصح هيكون في استقرار احسن بكتير جدا. والناس اللي ظلمتكم واتكلمت عليكم في حقكم كلام مش لطيف، ربكم في الوقت المناسب هياخد لكم حقكم، فانتوا ما تقلقوش. القلق اللي ملازمكم ده وماسك فيكم على طول لازم ترموه ورا ظهركم، ولازم تشوفوا ايه الحاجات اللي ناقصاكم وتكملوها، علشان انتوا عمالين تتنازلوا عن حقكم من اجل ناس. انتوا اجمل ما فيكم ايه؟ اجمل ما فيكم ان انتوا ما بتيأسوش ابدا، حتى لو كل اللي حواليكم ضدكم. مفيش حاجة اسمها انا هقع، مهما تقعوا السند ليكم هو ربنا، هو اللي بيحميكم من اي حاجة، وهو اللي بيخليكم تدخلوا في المراحل الجديدة. كمان انتوا عندكم نقلة من مكان لمكان، عندكم خطوة جديدة، خروجة جديدة من بيتكم لمكان جديد الله اعلم، او انتوا عندكم تغيير عتبة بشكل كبير جدا، والعتبة دي هتكون جميلة لحياتكم بفضل ربنا. انتوا عندكم ضحكة او عندكم ابتسامة، او هتكونوا مبسوطين جدا، وبلاش تزعلوا على اي شخص خسرتوه او على اي شخص انتوا بتقولوا ان انتوا خسرتوه، بالعكس ده ممكن يكون خسارته ليكم كانت مكسب، بس انتوا مش اخدين بالكم. الخنقة والضيقة وضيقة الصدر وان انتم ما بتقدروش تاخدوا نفسكم، ده العيون بس اللي عليكم، ما تدوش الموضوع اهمية. كمان انتوا الفترة دي في زواج عندكم هيتم على خير بإذن الله، او في اكتمال لموضوع جديد الله اعلم، بس فعلا في اكتمال عندكم فرحة وتفاؤل. انتوا ماسكين المفتاح، المفتاح ده بيدل على لا اما مفتاح شقة، لا اما مفتاح حياة، لا اما مفتاح ان انتوا هترموا المشقات والألم بتاعتكم اللي في حياتكم الله اعلم، بس المفتاح ده هيكون فعلا خير. والأفعى اللي عندكم دي اللي بتلعب أضواء مش بتاعتها خالص، واللي بتحاول ان هي تأذي فيكم او تلعب عليكم كذا دور، دي لازم انتوا بأسرع وقت تحصنوا نفسكم منها، ولازم تبصوا للحياة بالأشكال المختلفة. ليه؟ علشان الأفعى عمال جلدها بيتلون اتجاهكم، وطول ما جلدها بيتلون دي عمالة تأذي فيكم، وانتوا مش قادرين يعني اللي هو انتوا مش قادرين تفهموها هي عايزة منكم ايه، او هي بتعمل كده ليه. فهي بتراقبكم في نية خبيثة، بس انتوا هتعرفوها، ومن بعد ما هتعرفوها مش هتتصدموا، انتوا مش هتتوقعوا انه يكون دي ردة فعل الافعى، بس بالفعل هتتعاملوا بشخصية جديدة وبشخصية مختلفة، وهيكون عندكم اختلاف حتى في الكلام من اتجاهها، او اختلاف في الكلام معها. واي حد بيحاول يأذيكم انتوا هتحطوا له النقط على الحروف وخلاص، هتبدأوا تصفي حساباتكم في اكتر من حاجة. ليه؟ علشان ما بقيتوش محتاجين اي نفاق يحصل في حياتكم الفترة دي، والحاجة اللي انتم مستنيينها تتم على خير بقدر المستطاع بعد 20 يوم او بعد حاجة معينة، هتتم على خير باذن الله. اذا كان اكتمال خطوبة، اكتمال فرح، اكتمال سفر، شوفوا انتوا ايه اللي بتجهزوا اوراقه، او شوفوا ايه انتوا اللي في فرحة عندكم الفترة دي، هيكون في استقرار وهيكون في تغيرات حلوة انتوا مستنيينها بقالكم مدة. فما تقلقوش خالص ان فعلا الاكتمال ده هيفرحكم وهيبشركم بالخير. البعض منكم عنده دراسة خارج البلد، البعض منكم هيطلع يدرس في مكان تاني، البعض منكم شاغل باله بدراسة فعمال مصر ان هو يقف على رجله، او مصر ان هو يحسن الدراسة بتاعته من حاجة لحاجة الله اعلم، بس انتوا بالفعل في تغيرات عندكم انتوا محتاجينها وشغالين عليها. فما يعني اوعوا مهما يكون او مهما يحصل تتخلوا عن حاجتكم. كمان انتوا بلاش تنشيف الدماغ وبلاش العند مع الناس اللي انتوا بتحبوهم، علشان انتوا اللي بتزعلوا، يعني بلاش ان انتوا تعندوا زيادة عن اللزوم. حاولوا كده يكون تهدوا اللعب شوية، حاولوا هقول لكم كمان ما تجوش على نفسكم من اجل الاخرين. في ناس بتحسد فيكم وبتتكلم عليكم، بس انتوا علشان تتجنبوا الناس دي ما تدهمش اهتمام خالص، ولا حتى تعبروهم، ولا حتى تبين لهم ان انتوا الموضوع فارق معاكم. ويا رب تكون قراءتنا عجبتكم وكانت خفيفة على قلبكم، وانتظروا مني كل ما هو جديد الفترة اللي جاية. طيب
ابشركم بيه الاول، ان انتوا هتشتروا الحاجة اللي انتوا بقالكم مدة عمالين يعني عايزين تشتروها، لا اما عندكم شراء عربية، لا اما شراء تليفون جديد، لا اما هيكون في حساب في البنك بتاعكم الله اعلم، بس في فلوس حلوة جدا جاية لكم. انتوا الفترة دي اي نعم واخدين الامر كل واخدين كل حاجة بحساسية، او بمعنى اصح انتوا بتعانوا من بعض الامور، لكن هيكون في طاقة تانية مختلفة. كمان انتوا هنا عندكم حاجة، حد هيدخل حياتكم هيفتح نفسكم عن حاجات كتيرة جدا، بس عندكم واحدة ست بومة. الست دي قصيرة وسمرة وبتشتكي من حاجة في جسمها، او بمعنى اصح كل ما تخف تلاقيها عندها خشونة في الرجلين، عندها كل ما تخف من حاجة بتطلع لها حاجة تاني. الست دي بتغير من نجاح الاخرين، الست دي من المقربين ليكم، فخدوا بالكم منها وما تعرضوش نفسكم ان انتوا تدخلوا في خلاف معاها، علشان هي فعلا اللي بتيجي عليه هي اصلا حقودة، فانتوا ما تضيعوش الفرص اللي قدامكم من ان انتوا تدخلوا مع خلاف مع الست دي. عندكم وثيقة الفترة اللي جاية، الوثيقة دي هتكون حصدا تاما للي انتوا عشتوه، او الوثيقة اللي انتوا هتمضوها او الامضة اللي انتوا هتمضيها دي هتكون فرحة ليكم بشكل ايجابي. كمان التوتر والقلق والحيرة والتوهان اللي انتوا محتارين فيه بخصوص الشريك دي فترة وهتعدي. اي نعم انتوا دايما الطرف التاني بيجيب اللوم عليكم، بيجيب العيب عليكم، وانتوا عشان كده متحملين فوق الطاقة بتاعتكم. كمان الفترة دي انتوا بتستعدوا ان انتوا تبدأوا تشتغلوا على المرحلة اللي انتوا رسمتوها او اللي انتوا وصلوا لها، بس من وقت للتاني بتحسوا بالاهمال من ناحية الشريك، بتحسوا بالتقلب المزاج وعدم التقدير، وانتوا لو حسيتوا ان انتوا في علاقة او من المقربين بمعنى صح بعدم التقدير بتمشوا وبتختفوا ومستحيل ترجعوا تاني، علشان ما بتحبوش المعاملة دي او ما بترضوش ان حد يعاملكم بطريقة بمزاجه هو. اي نعم انتوا اعصابكم تعبانة، وفي منكم بدأ يزور الطبيب، او في منكم بدأ ان هو ياخد علاجات يبقى فيه فحوصات، بس ما بتحبوش الشخص اللي يجي عليكم بطريقة غير مباشرة. الفلوس معاكم متبخرة، وفي شوية ضيق في التنفس وارهاق من بعض للتاني، وده بسبب ان انتوا لما بتكونوا عصبيين لما بتاخدوا على خاطركم القولون بيكون عصبي، ودي حاجة مأثرة عليكم، اغلبكم بيشتكي من القولون العصبي. عندكم ابراج ترابية اتأذيتوا منها واتخذلتوا، خدوا بالكم من الحتة دي، الأبراج الترابية انتوا فعلا اتأذيتوا منها. ما تزعلوش مني ان انا عايزة اقول لكم ان انتوا عندكم أفعى كبيرة مش صغيرة، أفعى كبيرة جدا كلها سم، دايما ان هي عايزة تأذيكم وعايزة يعني بتغير من نجاحكم، بتغير من كل حاجة. هي لسانها جميل وبس نيتها خبيثة، بتراقبكم وحط عليكم وبتسلط الناس اللي حواليكم عليكم، فخدوا بالكم وربنا هيكفيكم شره. ليه؟ علشان احتمال ان انتوا تعرفوها، انتوا ماسكين يعني قدامكم طرف الخيط، او في حد عمال يحذركم منها، بس انتوا يعني مش متخيلين ان هي دي فعلا هي اللي تخذلكم، او بمعنى صح هي دي اللي يكون في يحصل منها كده. ليكم عند حد فلوس، لو يعني الحد ده ليكم، انتوا ليكم عنده مبلغ، بس مش عارفين تبداوا تطلبوها ازاي، يعني انتوا مش عارفين تدخلوا له من اي دخلة فتوصلوا له ازاي، يعني عندكم نفس عزيزة قوي رغم ان ده حقكم، وفي نفس الوقت انتوا عندكم عدالة او عندكم ميزان العدالة، هيكون في عدالة وهيكون في تغيرات. نفسيتكم محتاجة استقرار، محتاجة تغيير جو، فانتوا لازم ما تختلطوش الفترة دي ببعض الناس اللي عامله لكم رعب لحياتكم، علشان الاختلاط بناس مؤذية بيأثر عليكم انتوا وبيخليكم دايما تدوروا على راحة البال. بالفعل انتوا عايزين راحة بال، عايزين استقرار، عايزين هدوء، عايزين حد كده يكون روحه صافية ويتعامل معاكم بما يرضي الله، مش عايزين ان انتوا يكون في شخص كده منافق او شخص بمعنى اصح يأذيكم وانتوا كويسين جدا معاه. كمان انتوا هنا عندكم رغبة ان انتوا تبعدوا عن ناس كتيرة، او عندكم رغبة ان انتوا تخرجوا من ناس كتيرة جدا من حياتكم، عندكم رغبة بحاجات كده غريبة بتطلعوا بيها في وقت اصلا بيكون غريب. طيب ليه الحاجات دي؟ الحاجات دي من كتر اللي انتوا يعني من كتر اللي انتوا بتمروا بيه، وزي ما قلت لكم ان انتوا في ناس يعني عايزة تقرب منكم ان تعرف عنكم حاجات، تتدخل في الخصوصيات اللي ملهاش فيها، تدعي ان هي بتحبكم، وانتوا يعني تدعي ان هي بتحبكم وهي مش بتحبكم. انتوا ايه مشكلتكم؟ مشكلتكم ان انتوا واضحين وصراحين جدا، ودايما بتطلعوا كل اللي جواكم، حتى بيبان اللي جواكم في تصرفاتكم، لكن في اوقات
بتكونوا غامضين غموض كده محدش يفهمه، بس ده ما بتكونوش غامضين من سبب، انتوا بتكونوا غامضين علشان خاطر تشوفوا الشخص اللي قدامكم ايه ردة فعله او ايه اللي ممكن يعمله. فلازم تكون اعصابكم هادية الفترة دي بقدر المستطاع، ودايما تستحلوا بالصبر. في موضوع بتفكروا فيه 24 ساعة، الموضوع اللي انتوا بتفكروا فيه ده عمالين تقولوا يا رب احنا هنعمل فيه، يا رب ايه اللي هيحصل، اسئلة كتير جدا. عارفين انتوا هتعملوا فيه ايه؟ هتكبروا دماغكم وهتاخدوا فيه قرار، والقرار اللي هتاخدوه ده انتوا خلاص هتحسوا ان انتوا خلاص خدتوا القرار كده، ومش عايزين ان انتوا ايه تتعاملوا مع الناس اللي حواليكم. الوضع اللي انتوا فيه ده ما بتتكلموش 24 ساعة ساكتين، حتى ما بيتوش تعملوا حاجة بتحبوها زي الاول. وده ليه؟ ده ان انتوا شفتوا او دخلتوا ناس كتيرة غلط في حياتكم، تعبتكم نفسيا، والتعب النفسي اللي انتوا فيه ده بسبب زي ما قلت لكم الطاقات اللي مؤثرة عليكم، او بسبب الاشخاص المنافقة الكذابة اللي عندكم. بس دايما على قد ما بيحصل عندكم دايما بتقولوا الحمد لله على كل حال، احنا لينا رب كريم، اكيد ربنا عالم باللي جوانا، واكيد ربنا عارف ان احنا ناويين على حياتنا على خير. انتوا هتعيشوا في مكان جديد، والمكان ده هيكون استقرار، وهيكون فعلا بعيد عن ناس كتيرة جدا عن حاليا الناس اللي انتوا عايشين معاها. بس لو في حاجة تمت عندكم الفترة دي دايما اقول لكم ما تتكلموش وما تفتحوش مواضيع مع الناس بخصوص الرزق، بخصوص المال، بخصوص اي حاجة في حياتكم. وهتجيلكم فرصة، حد هيعرضها عليكم، الفرصة دي هتكون مفاجأة بالنسبة لكم وما كنتوش تتوقعوها في يوم من الايام، او الفرصة دي اتأجلت عندكم اكتر من مرة. هيكون في طاقة جديدة لحياتكم، وهيكون في تغيرات انتوا محتاجينها. ليه انتوا محتاجينها؟ علشان الاستقرار النفسي اللي عندكم هيطبطب على حياتكم. كمان انتوا هنا في حاجة مأجلينها، انتوا شخصيا في حاجة مأجلينها، ايه هي الله اعلم، بس في حاجة انتوا عمالين تأجلوا برضو فيها. كمان انتوا هنا في حد بتتجاهلوه بشكل سريع، يعني بشكل بمستمر، حد كده ما بيتوش تحبوا تتكلموا معاه، ما بيتوش تحبوا ان انتوا تفتحوا معاه موضوع. في امور عندكم انتوا مستحملينها فوق الوصف، الامور دي بتفكروا فيها كتير، الفترة دي مهمة جدا جدا بالنسبة لكم. الوضع بتاعكم يعني احتمال تاخدوا حقكم، يعني الوضع اللي انتوا حاليا بتفكروا فيه احتمال تاخدوا حقكم من ناس حواليكم، وفي نصرة كبيرة ورا النصرة دي، هيظهروا قدامكم ناس خبيثة، ان خبيثة النوايا وكذابين، وهتعرفوا ان هم بيتلاعبوا، ودي اهم فترة هتلاقوا فيها كشف الناس اللي حواليكم. فدايما اقول بلاش تحزنوا لما تكتشفوا الناس اللي حواليكم، ما تزعلوش، اتأكدوا ان ربنا بيحبكم، وطول ما ربنا بيحبكم طول ما ربنا هيكتشف لكم الناس المنافقة اللي انتوا بتقعوا في شرهم. فده مشكلتكم انتوا، لازم تحلوها، لازم ان انتوا ما تدوش حد الصراحة الزايدة، او ما تختلطوش بناس انتوا يعني مش مجرد ما تشوفوا الناس اللي حواليكم تختلطوا بيها، مش مجرد ما تشوفوا الناس اللي حواليكم تأمنوا لها وتحبوها، لا، انتوا على طول حاسين ان انتوا لوحدكم، حتى لو حواليكم ناس كتيرة جدا بتزعلوا من اقل حاجة، وده بيدخلكم على طول انتوا في حيرة وفي ضغط نفسي. فانتوا لازم تبعدوا عن اللي اذيكم بالراحة وببساطة، وتعملوا الحاجة اللي انتوا بتحبوها. كمان مش عايزاكم تكونوا متسرعين، اي نعم انتوا بتفهموا لغة العيون الشخص اللي قدامكم، بتفهموا لغة العيون ولغة الجسد، وبتفهموا من دخلته حواليكم، بس بلاش تكونوا مندفعين، لا اصبروا اصبروا، زي ما فهمتوه وزي ما عرفتوه كل حاجة هتجيلكم وانتوا قاعدين. وده يعني من خبرتكم انتوا في الشخص اللي قدامكم، او بمعنى اصح بخبرتكم انتوا بالمواجهات اللي انتوا من الشخص ده. طيب في حد يعني انتوا او حد حواليكم في البداية كان قلبه ابيض، وكان فعلا نيتكم اتجاهكم كويسة، فجأة لقيته كلامه اتغير، فجأة لقيته ايه ده، مش انت الشخص ده اللي احنا اخترناك، مش انت الشخص ده، وقلت له كده في وشه، قلت له مش انت الشخص اللي احنا دخلنا معاك في علاقة او في ارتباط، او بمعنى اصح في موضوع، حسبنا الله ونعم الوكيل فيك، انت بتقول كده. في كمان شخص ظلمك، والشخص اللي ظلمك ده انت رافع ايدك لربنا وبتدعي عليه، وبتقول له انا مستحيل اسامحك
لان انت خذلتني وطعنتني، وان انت جيت عليا في يوم من الايام انا كنت محتاجك او محتاج حنانك، وانتوا قررتوا ان انتوا خلاص بالفعل بعدت عنه بشكل كبير جدا وبشكل سريع، وعشان كده في تطورات ايجابية عندكم. انتوا معروفين عنكم ان انتوا بتحبوا القهوة، بتحبوا الحاجات الهادية كده، الاماكن الهادية، بتحبوا الحاجات الحلوة، بتحبوا السهر جدا. بس مشكلتكم ايه؟ مشكلتكم ان انتوا في الحياة انتوا بتختاروا كل حاجة صح وده بيتحسدوا عليها، بس حياتكم في العاطفة بتختاروها غلط. ليه؟ عشان بتدخلوا ناس فعلا ما تستاهلش اللي انتوا بتعملوه ده. يعني ما تستاهلش ان انتوا وقت ما تعرفوا حد من الحياة العاطفية تدوله وتكرموه. طب انتوا قعدتوا مع نفسكم في وقت من الاوقات وعرفتوا الحد ده كويس ولا لا؟ قعدتوا مع نفسكم وعرفتوا ان الشخص ده فعلا كويس وحابب لكم الخير، ولا هو شخص منافق وبيلعب على عليكم، او بمعنى صح بيلعب على كل الناس اللي في حياته؟ فانا عايزاكم الفترة اللي جاية دي ما تدوش امان. انتوا عندكم 3 قرارات، 3 مواضيع، 3 اشخاص موجودين في حياتكم. ال3 اشخاص ده في منهم شخص وراه ست، الست دي عمالة تنق عليه ومخلياه بيرجع عن كل قرار ياخده اتجاهكم، ودي حاجة انتوا اذياكم. في واحد تاني عايز يدخل حياتكم وعايز يقرب منكم، بس انتوا خايفين تدخلوا معاه في العلاقة دي. ليه؟ علشان انتوا دايما لما بتدخلوا علاقة انتوا اللي بتطلعوا منها تعبانين. الحد التالت هيبقى نور، ومن خلال الـ3 اشخاص دول انتوا هتاخدوا قرار مختلف، وهيبقى في امور مختلفة لحياتكم. والواقعة الصحية اللي انتوا وقعتوا فيها في يوم من الايام دي ممكن تكون بداية جديدة للاوضاع اللي عندكم. وزي ما قلت لكم انتوا ما تعرفوش ربنا كاتب لكم ايه. هيبقى في لمة حلوة، وهيبقى في عزومة حلوة، وهيكون عندكم دفعة لقدام انتوا هتتعاملوا مع الاشخاص اللي قدامكم بشكل مختلف، ومش هتسمحوا لأي حد يدخل حياتكم تاني ويتلاعب عليها. بالعكس هتتكلموا مع الشخص اللي قدامكم بعقل أكتر وبحسبان. كمان انتوا هتكونوا في قعدة وحد هيقول كلام على حد، فهتيجوا وهتتكلموا معاه، وهيجي بعد كده حد هيشهدكم. انتوا معروفين ان انتوا عندكم عدالة وبتقولوا الحق حتى لو اخر نطاق ممكن تنطقوه، وفعلا انتوا مميزين جدا ان انتوا ما بتعرفوش تكذبوا. بس عندكم واقعة على ظهركم، او عندكم حد بيشتكي من ظهركم، من ظهره حد كده شايل همكم فبيشكي من شكاوتكم، وانتوا كذلك الامر. في امور عندكم معاكسة لحياتكم. كمان عندكم الحد ده طفل، يا اما انتوا مستنيين طفل، اما هيكون عندكم لم شمل مع اطفال وهتاخدوها لحضنكم، الله اعلم. في كلام يخص اطفال عندكم، رغم ان الفترة دي انتوا كده مش فاهمين ايه اللي بيحصل حواليكم، رغم ان انتوا هتكونوا مميزين جدا وهتاخدوا، يعني ايه، مش هقولكم هتاخدوا حقكم، بس هيبقى في حد هيساعدكم ان انتوا تاخدوا الحق ده فعلا. وبلاش الصراع اللي ما بين القلب والعقل، علشان في اكتر من فرصة ما بتتكررش تاني. اي نعم انتوا قررتوا ان انتوا خلاص تتعاملوا بعقل اكتر، بس العاطفة بتسيطر عليكم، علشان انتوا عاطفيين بتحبوا العاطفة جدا، وبتحبوا ان انتوا الشخص اللي يكون معاكم يقدر وجودكم ويحس ان انتوا فرصة مستحيل تتعوض، ولو ما لقيتوش الشخص ده انتوا بتبعدوا عنه وبتمشوا، وبتاخدوا قرار ان انتوا خلاص ما عدتوش تتعاملوا تاني مع الشخص ده. فكتر التفكير بيوصلكم لنتيجة تزعلكم، بسم الله، وبتوصلكم لقلة نوم وقلة راحة. محمد، بسم الله، رجوع لحد عندكم انتوا، لا اما هترجعوا لا اما حد هيرجع لكم.